أيها الإخوة والأصدقاء، ونحن في شهر شعبان نتحرى ونتلمس هذه العطاءات الربانية وهذه النفحات الزمانية بعمل الطاعات والقرب من المولى تبارك وتعالى. شهر شعبان وخصوصية أيامه ودعاء ليلة النصف من شعبان والأحاديث النبوية التي تناولت وفضائل هذا الشهر الكريم، نحاول أن نقترب منها من خلال تواصلنا هذا الصباح مع العالم المصري فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف يسري جبر من علماء الأزهر الشريف. صباح الخير فضيلة الدكتور يسري جبر. صباح النور عليك وعلى المستمعين والأمة الإسلامية جميعا. كل عام وأنتم بخير، ويعني معا نحاول أن نتوقف عند هذه المناسبة وعند هذه النفحات لشهر شعبان. وأنتم بكمال الصحة والعافية. يعني حدثنا فضيلتك عن شهر شعبان وفضل هذا الشهر الكريم ولماذا يغفل عنه الناس. وشهر شعبان كما بينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فبينا صلى الله عليه وسلم فضيلته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأيام التي يصوم فيها بغير رمضان كانت في شعبان، حتى أن سيدتنا عائشة في الحديث الصحيح قالت يكاد يصومه كله إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، لأنه شهر من اسمه يدل على فضيلته من تشعب خصال الخير فيه، لأنه هذا الشهر حدثت فيه تحويل القبلة إلى البيت الحرام، من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام، وكان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك، فحصل فيه تحويل القبلة وتحصيل مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك هذا الشهر نزلت فيه آية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، موجودة في آخر سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذا يسميه العلماء هو شهر الصلاة والسلام على النبي، فيسن في هذا الشهر الإكثار من الصلاة والسلام على النبي مع الإكثار من الصوم استعدادا لشهر رمضان وتعويدا للنفس على الصيام. دكتور يسري جبر، ونحن نقترب من ليلة النصف من شعبان، يعني هناك مأثورات من الأدعية نخصصها لليلة النصف من شعبان، ونحن يعني نمر بهذه الفترة الحرجة أيضا من حياتنا وهذه الظروف الراهنة، فيعني نحن في حاجة إلى أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تأتي ليلة النصف من شعبان إلا ويكون مخافة هذا الوباء انقشع عن البشرية جميعا، أمين يا رب، وأن يحول الله سبحانه وتعالى خوفنا إلى أمن، أمين، ومرضنا إلى عافية، أمين، وحاجتنا إلى القبول عنده سبحانه وتعالى. اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. يعني نتوقف مع حضرتك عند هذه الخصوصية لأدعية ليلة النصف من شعبان وما ورد فيها والأحاديث التي تناولت هذه الأدعية وكيف يتنزل ربنا تبارك وتعالى لتقبل يعني ما يدعو به البشر، وكيف يعني كل عام في هذه الفترة نقول أن يعني الجدال يعني بين هذه الأدعية سنة والبعض يقول أنها بدعة، فما هو رأي حضرتك يعني في هذه الأدعية التي معظم الأدعية التي وردت والأحاديث التي وردت في فضائل شعبان عموما وليلة النصف خصوصا أحاديث تدور بين الضعف والحسن، وهناك طائفة من المسلمين لا يعتبرون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيثيرون الشغب كل عام، ولكن الأمة اتفقت على أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه في فضائل الأعمال، وبالتالي تجري أغلب المسلمين لا يستمعون لمثل هذه الأقوال المشككة ويلجؤون إلى الله، فنحن نطلب يعني الحقيقة أنه مطلوب أن نلجأ إلى الله في كل وقت طول عمرنا وفي كل نفس وفي كل لحظة،
فنأتي في شهر شعبان على أي حال يكون له هذه الخصوصية، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول لك رسول صلى الله عليه وسلم في ليلة نصف من شعبان أن الله يغفر فيها ذنوب أكثر من شعر غنم كلب. وكلب هذه قبيلة كبيرة من قبائل العرب كانت عندها غنم كثير يعني يشد الأفق، فكثرة غفران الذنوب، فهي موسم لغفران الذنوب. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغفر لكل مسلم ما لم يكن عاق لوالديه أو مدمن خمر أو مشاحن أو يعتقد في السحر. فعلى الإنسان أن يستعد لهذه الليلة بأن يبر والديه ويحسن إليهما، وأن يصلح ما بينه وبين إخوانه المسلمين من مشاحنات، وأن ينزع من قلبه أي حقد وحسد على الآخرين، حتى يكون أهلا لأن يقبله الله بأي دعاء توجه له في هذه الليلة. لأن الأدعية التي وردت أدعية موجودة عن الصالحين، كل يجتهد على حسب مشربه وعلى حسب أنسه بمولاه. وإن كان ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدعية كثيرة أيضا، ولكنها كما قلت هي نموذج للتوجه إلى الله وليس فيها إلزام بهذه الصيغة المعينة. فضلت الدكتور يسر جابر، يعني كيف نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حياته في هذا الشهر الكريم؟ يعني برنامج عمل للمسلم لكي يتقرب بالطاعات إلى المولى تبارك وتعالى خلال هذه الأيام المباركة. أولا يكثر من ذكر الله، يواظب على صلواته في أوقاتها إن لم يكن يواظب على الصلاة في أيام الأخرى، وأن يواظب مع كل صلاة بنوافلها ورواتبها المتعلقة بها، فيصلي الفجر في وقته ويصلي قبله ركعتين سنة، ويصلي صلاة الظهر في وقتها ويصلي 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها، ويصلي العصر في أول وقته ويصلي قبله ركعتين أو 4، وكذلك يصلي المغرب في أول وقته ويصلي بعده ركعتين، ويصلي العشاء في أول وقتها ويصلي بعدها ركعتين، ثم يقيم الليل ولو بركعتين. وقيام الليل يدخل وقت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، الوقت متسع ولا يشترط أن يسبقه نوم. ممكن أن يصلي بعد سنة العشاء البعدية ركعتين بنية قيام الليل طول عمره طول السنة، ويصبح من أهل قيام الليل. ثم يكثر من ذكر الله بعد صلاة الصبح حتى شروق الشمس، فإن هذا الوقت وقت مبارك. وأدعية وذكر الله في الصباح كثيرة وواردة. طيب يعني قبل أن نختم هذا اللقاء، يعني ندعو كده فضيلتكم كده بدعاء قبل أن نختم هذا اللقاء. هذه الليلة وهذا الشهر ينسخ الله فيه الآجال أيضا وتعرض فيه الأعمال على الله العرض السنوية. ولذلك كان النبي يكثر من الصيام ويقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فمن ضمن أعمالي هذا الشهر أيضا صيام الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوم ويتوجه إلى الله بالدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى متوجهين إليه بلطفه بعباده وبرحمته بعباده وبنبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، يا سيدنا يا رسول الله، بحق هذه الأيام المباركة كن سببا في الشفاعة لأمتك، فنسأل الله سبحانه وتعالى بذلك كله أن يعيد الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين وعلى البشرية جمعاء، وأن يعيد الطواف في الكعبة ويفتح المسجد النبوي الشريف كالمعتاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا الأقصى، وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأن يخرجنا نحن وسائر المسلمين من كل الأمور مخرج صدق، وأن يؤلف بين قلوب عباده المؤمنين، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيق المكر السيء إن كان هناك أهل مكر وأهل شر، أن يحيق المكر بهم
وأن يخرجنا من بينهم سالمين وعينين. اللهم تقبل يا رب العالمين. للبشرية دواء ناجع وتطعيم ناجع لهذا الوباء المهدد لصحة البشرية. اللهم أمين. نرفع عن هذا البلاء جميعا يا رب. نشكرك كثيرا فضيلة الشيخ يسري جبر من علماء الأزهر الشريف، ونفعنا الله بعلمكم، وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور، جزاكم الله خير جميعا، بارك الله فيكم.